السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فاز الفلاون، مرحبا بكم في لقاء اليوم 28 جوان من سنة 2024. لقاء هذا اللي راح يقتصر على موضوع واحد، لكن الموضوع راح له وقت يعني أنا باش نحلوه ونسمعوه مع بعض يعني مليح مليح مليح. وظن مع موضوع كما هذا لا داعي باش ولا احنا نفسنا باش نثرثروا يعني ماشي الثرثرة عندنا. اذا ما كانش مواضيع مهمه اللي تستوجب يعني التعاطي معها نكتفي باللي موجود. في البدايه تحيه لكل الاخوان اللي راهم يتابعوا فينا واللي راهم على سواء المباشر أو يشوفونا مسجلين، منهم مولود ربا، حاجة لي موك، ليلى خمري، عمر أفيلالي، لام بينا، سعيد بن عاشر، توفيق بن حسين، جاي مصطفى الدحماني طبعا كما العادة، ورضا بن المدينة، حسن فريمان، ومحمد دمران حمدان. ونميدي وان او واحد اولا جمال ادري كذلك وعليلو وعزيز داوي وحسين طالبي وكل اخواني راهم يتابعوا فينا. قلت سريب تسجيل صوتي لكلمه القاها جنرال شنقريحه قائد اركان الجيش امام جمع قيادي عسكري، موالخة قياديين عسكريين. المهم ما عندناش الصورة ولكن عندنا تسجيل صوتي، ما فيش جرام تاع شك انه متسلسل كذا صوته وكلش عين تشوفوا تسمى حاجة مزورة ولا مخدومة تبان، هذا باين يعني ليزانتوناسيون دو فوا لا وكلام تاع شنقريحة عليك ما فيها حتى لا. المهم نسمعوا مع بعض هذه الكلمة ومن بعد نحلوها ونعلقوا عليها. اتفضل. يزعج نظام المخزن ويعيق تجسيد مخططاته المريبة في المنطقة. تمادى هذا النظام التوسعي في المؤامرات والدسائس وإطلاق حملات من الدعاية الهدامة من أجل تحجيم دور الجزائر في المنطقة واستنزاف قدراتها وتعطيل مسار تطويرها ومحاولة ضرب وحدة شعبها من خلال إشعال نار الفتنة والفرقة والتشتت بين صفوفه. فوجد الأعداء ضالتهم في بعض ضعاف النفوس وخونت الأمة وجنداهم كعملاء لهم في الداخل واستعملهم كأدوات للوصول إلى مبتغاهم المتمثل في إضعاف الجزائر من الداخل والضغط عليها لجعلها تتخلى عن مبادئها الثابتة وقيمها النبيلة وتتنكر لقضايا الأم. لكن سيخيب مساعهم وسينقلبون خاسرين مدحورين، لأن الجزائر التي دخلت عهدا جديدا والقوية بجيشها وشعبها عازمة اليوم أكثر من أي وقت مضى تحت قيادة السيد الرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على الحفاظ على سيادتها ووحدتها الوطنية وقرارها السيد، كما أنها
في أتم الاستعداد للتصدي بحزم والصرامة لكل المخططات الدنيئة التي تحاك في السر والعلن لاستهداف كيان الدولة الوطنية ورموزها، معتمدة في ذلك على رصيدها التاريخي الزاخر ومبادئها الثابتة ووحدة شعبها الأبي الذي سيقف مع قيادته ومؤسسات دولته في كافة الظروف والأحوال كرجل واحد أمام أي جهة تنوي الإضرار بالجزائر الشهداء، فإرادة الشعوب لا تقهر. ولا الكلمة هذه ما شخصيا ما على باليش وقتاش تم إلقائها وين بالضبط وأمام من، يعني شكون اللي كانوا حاضرين. المهم باين بلي الخطاب مكتوب، كتبوه له اللي كتبوه له واحد تاع إنشاء، ولكن ما يهمش هذا، ما يهمش وقتاش قالوا وين قالوا واش قالوا. اللي يهم هو انه كلام هذا خطير خطير يصدر عن العسكري رقم واحد في الجزائر، قائد اركان الجيش، ماهوش اداري، هذا عمليات قائد اركان الجيش، عمليات اوبيراسيونال، مهمته تحضير الجيش وما يتلغمش عليه في السياسة. التيران احنا واش نلاحظو هنا كما تلخص في العنوان، انه قائد اركان الجيش الجزائري يعترف بضعف الجزائر امام المغرب. واحد يدير هذا الاعتراف بعد كلمة كما هذه، لو كانت الجزائر عندها جرام تاع دولة، تكون دولة بس دويلة صغيرة، رئيس دولة يقيل هذا العسكري، يقول روح تروح، روح تروح، لأنه العسكري ماشي يجي يتلغبب ويبداو عندنا ونديرو ما نديرو ونبداو شوفوا المغرب راهو دارنا راهو دارنا. هشام عبور صحابي حرب، هشام عبور صحابي حرب، هشام عبور يا شيخ نيرو توما ليها يا ريش نيرو، هشام عبور يا شيخ نيرو توما ليها.